طيب إذا هلا المطلوب منا بعد ما حسبنا الحالتين السابقتين هذول المرة الماضية اللي هي 4 IF 4 وIF 5 طلعنا قيمة كيب أنا سميتها كيب برايم ممكن تسميها اللي بدك إياه كيب برايم أو كي إكسايتيشن هي علاقة بين EA وIF فالخطوات راح نمشي فيها أول خطوة راح نحسب من IF قيمة IA هي أول ستيب إذا ستيب 1 عندي IF راح أعملها فيرينج زي ما عملناها هون بعدين 2 راح أحسب EA from IF فبيطلع معي اللي هو هذا الجدول من هون فالجدول هذا بمكاننا الآن نعبيه لو عبيناه من هون بعدين عندي بس أحسب EA بقدر أحسب دلتا لأنه عندي constant power فباخد EA sin EA sin delta constant أو EA1 sin delta 1 sin delta 1 تساوي EA2 sin delta 2 بعد ما حسبنا دلتا من هون بدنا نشوف انه هو اوفر اكسايتد ولا اندر اكسايتد فبنعمل تشيك هل اي اي كوساين دلتا اكبر من اقل من او تساوي في فاين فبيكون اوفر اكسايتد اندر اكسايتد بعدين كيف راح احسب اي اي وثيتا من الفيزر دايجرامز فمن الفيزر دايجرام عندي اي اي از ا فيزر بيساوي هذا مقسوم على اس اكس لانه هذا محرك في فاي ماينس اي فهذا بيطلع لي اي اي وثيتا اذا بدك تحطها هون ثيتا فرح تطلع معي اي اي وثيتا وفكره لانه الباور كونستانت كمان في عندنا معادله ثانيه صحيحه مش بس اي اي ساين دلتا كونستانت كمان اي اي 1 كوساين ثيتا 1 يساوي اي اي 2 كوساين ثيتا 2 اوكي ليش من اي معادله هاي اخذتها الباور اساسيه من الباور قلنا الباور ان يساوي 3 في فاي فاي اي اي كوساين ثيتا في فاي كونستانت اذا هذا الجزء راح يضل كونستانت زي ما هاي المعادله حكينا بي ديليفرد او بي ان بتساوي كانت 3 في فاي اي اي ساين دلتا على اكسس ونفس الشيء اكسس كونستانت وفي فاي كونستانت اذا هذا التيرم كونستانت اللي هو هاي وهذا الترم كونستانت اوكي تمام اذا هذول هاي راح اشيلها راح نحسب هلا هذول هلا بسهوله حد معنا على الاله الحاسبه يحسب اتاكد من هذول الارقام اللي بعطيني اياها هلا ناخذ هذا الرقم 3.5 في 45.5 159.5 159.5 وربع ناخذ هاي 4.5 في 45.5 204 اوكي هون 250 وربع 250 وربع هون 6 في 45 ونص 273 270 73 هلا بدنا نشتغل على هاي في ساين الزاويه هاي بدها تساوي هاي في ساين الزاويه هاي فاي اي 2 بتساوي على ساين دلتا 2 تساوي ساين دلتا 1 في اي 1 مظبوط فناخذ مثلا هاي الكميه لو ضربنا هذول الاثنين في هاي في ساين ال17 500 532 32 الان لو اخذنا الحاله هاي مثلا لو عندي 159 ولا احنا بدنا دلتا اسف دلتا ماينس اوكي هاي هلا هاي بدنا نيجي نحسب احنا دلتا الجديده هون المفروض انا عكست هدول حطيت اي اي 2 تحت وساين دلتا 2 هنا فعندي هون ساين دلتا 2 بساوي هاي على اي اي 2 فالان لو بدي احسب دلتا اللي هون لو قسمنا 532 532 على هاي على 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 اي اي 2 شو الغلط اللي عملناه هون؟ ساين ماينس 17 مش مشكلة الإشارة مش مشكلة هلا بيطلع ماينس 53 ايش اللي بيطلع ماينس 53 هاي؟ لا بس ايش الغلط عندنا في المعادلة هون؟ كل شيء منيح كل شيء صح كل شيء مظبوط؟ هاي 53.2
ساين انفرس مضبوط. قديش هاي تطلع؟ سالب 19.56. سالب 19 وهاي على 235 على 204 انفرس ساين. نعم 1824 في ساين ماينس 17. لا 182 هاي؟ اه تمام مش 53.2. اوكي حد اعطاني رقم غلط هون، هاي ايش لازم تكون؟ 53. اول الساين طلع اكثر من واحد. نعم فكرت 1824. مش مشكلة بس صار يطلع الساين هون اكثر من واحد. طيب 53 على اي 2 شوف هذا الرقم 53.2 على 204 انفرس سالب 15.15. 15.1 مثلا. طيب وهاي 250 53.2 على 250 سالب 12.3. 12.3 وهون سالب 11.26. 11.2 اوكي. اذا بشكل عام عم بيصير عندنا هون لما بنكبر هاي، لما هاي القيمه عمالها بتكبر عمالها بتصغر الزاويه، زاويه دلتا بينها، بحيث يضل هذا في ساين الزاويه هون كونستنت. خلينا نشوف هلا ايمتى اوفر اكسايتد وايمتى اندر اكسايتد. احنا بدنا نقارن هلا بال208، هي هون راح احط 208 في 5 بتساوي 208. راح نسال السؤال هون وين المناطق اللي فيها اوفر اكسايتد وين المناطق اللي فيها اندر اكسايتد. هلا واضح انه من هون لتحت صار ليدنج ومن هون لاجين، ففي منطقة مية راح يتغير فيها هون. خلينا ناخذ اي اي كوساين دلتا في كل الحالات هذول 159.2 في كوساين 19 150.5 اوكي. هون طبعا هذول لسه اصغر من 208. 204 في كوساين 15 قد ايه؟ 197. وهون طبعا 197 اقل من هاي وهذه اكبر. اذا هون في خط مهم، هون في تغير مهم عند النقطه هاي. عند النقطه هاي صار في تغير اللي هي 197 221. هون راح يكون السيستم اندر اكسايتد وهون راح يكون اوفر اكسايتد. وكمان في المنطقة هاي رح يكون ليدنج لاجينج وهون ليدنج. طيب نكمل هلا نحسب هون القيمة هاي 244.2 وهون 267.7. اوكي تمام. ضل اخر شيء بدنا نحسب اي عشان نقدر نعمل بلوتينج هون للقيم هاي. هلا في عندنا قيمتين جاهزات خلينا نحطهم من الان. عندي هون تقريبا 26 لما كانت 4، هي 26 وهي 4، هي نقطة من النقاط. والنقطة الثانية عند 5 22. فعندنا 22 عند 5 تقريبا هون. لاحظوا واحدة منهم ليدنج واحدة لاجنج. نحسب الباقية هلا حسب هذا الفيزر دايجرام، الفيزر او الفيزر ايكويشن هاي اللي موجودة هون. عم بنقول انه اي اي اد ثيتا بتساوي في فاي اللي هي 208 اد 0 ديجريز ناقص اي اي هيها بزاويتها اللي هي ماينس هون مقسومة على جي اكس اس. لازم ننتبه الى الجي طبعا جي اكس اس عشان تعطيني الزاويه 90 درجه. فبدنا الان نبدا نحسب هذول القيم اللي هم اي اي وثيتا. والمفروض اذا شغلنا مظبوط اي اي في كوساين ثيتا 1 يساوي اي اي 2 في كوساين ثيتا 2 الى اخره. خلينا ناخذ اول واحده 30.96 يعني اوكي. الزاوية سالب 47.9 سالب 47 اوكي. ناخذ هاي هون 4.5 عندي اي اي هذا 21.7 11.7 هاي ماينس ولا بلس؟ ماينس. نعم. إذا لسه هون هاي أوفر أندر إكسايتد وهذه ليدنج منها. طيب ناخذ آخر حالتين. هذا
25.77 25.8 خلينا نقول، وهاي 43.25 43.3 واخر شيء هون اثنين وثلاثين زاوية 48.25 اوكي. اذا هاي جاهزين نحط بقية القيم. اذا عندنا 3.5 اي اي قيمتها تقريبا 31. وبعدين عند 4.5 21.7 هاي عندي 22 هاي 21 هاي تقريبا 21.7 25.8 21.9 حطيناها. بعدين عندي 25.8 مضبوط؟ نعم. واثنين وثلاثين 30. لهذا الخط في تمييز مهم لازم نحطه عليه، هو امتى بكون ليدنج وامتى بكون لاجنج. المنطقه هاي من هون لحد المينيمم فاليو يكون هذا كله لا من هون لحد هون. ولاحظوا لما يكون الباور فاكتور واحد شو بيصير بقيمه اي اي؟ اصغر قيمه ممكنه. مينيمم فاليو لاي اي هون عند النقطه هاي. وبعدين عندنا اذا اخذنا هاي بدها تكون هون ليدنج طيب. هلا لو اجى تغير اللود، لو زاد اللود هذا الخط كله بس بيرتفع لفوق، يعني هذا الخط هون صحيح بس ل بي ان يساوي 13.69 كيلو وات، وبي ميكانيكال كان 15 فولت. لو جينا رفعنا الباور راح يصير في عندي خط جديد هيك هون، خط جديد هيك هون. لو نزلت الباور يصير في عندي خطوط ثانيه من هون. كل الخطوط هاي راح الاقي انه المينيمم باور فاكتور هذا يتحرك شوي لهاي الجهه، فما بيكون على نفس القيمه تبعت اي اف. جاوب السؤال، انت سالت السؤال المره الماضيه شو بستفيد عمليا من هاي. لو انا بدي مثلا نفترض انا بدي احافظ على الباور فاكتور واحد مقدار واحد، يعني النقطه هاي كل ما تغير اللود بامكاني اغير. يعني نفترض هلا هذا تغير هيك من هون لهون لهون مثلا، هدول بصير كل ما شفت اللود تغير الميكانيكال لود تغير بغير اي اف بحيث اني احافظ على المينيمم باور فاكتور مثلا او الباور فاكتور المطلوب اللي بدنا اياه. فهي مجموعه فيكرز، فلما يرتسموا الفيكرز كلهم رح يكون شكلهم زي هيك. هي عندي هون اي اي، هي عندي اي اف، هي بتلاحظوا هاي تحركت شوي هيك، هاي هيك، هاي اسمها V V-curve set of V-curve. هذا عندي IF وهذا عندي اوكي. في اسئله على هذا؟